المعلومه اللي جلسوها الى اخوتي غادي يصححها لكم وغادي تعرفوا اشنو واقع. هي فعلا نايضه قربيله، نايضه قربيله المعلومه. واللايف اللي طالق دابا الاخ سهيل عندي تا انا شي معلومات وما بغيتش صراحه، انا ما بغيتش نطلق لايف، ما بغيتش نخرج بلايف ونقول لكم شنو واقع ونقول لكم شنو طاري، ولكن ملي خرجوا وطلقوا لايف وحتى يجاوبوا تا هما سهيل انا غادي نجاوب ونصحح لكم واحد صحح لكم المعلومه اللي قال الاخ سهيل. خوتي العزاز باش ما غاديش نطول عليكم في المقدمه، ما غاديش نطول عليكم، غنقول لكم تحيه لكم كاملين داخل الوطن وخارج ارض الوطن بدون استثناء كاع خوتنا المسلمين، وما غنطولش عليكم اخوتي. هاد الفضيحه اللي نايضه، هاد الشوهه اللي نايضه، هاد انا كان اخوتي العزاز هبطوا الفيديوهاتي اللي من قبل وغادي تشوفوا بان اصلا انا هادشي هذا راه كنت قلت لكم ما فيديو مش، لان انا كنت عارفه ومتاكده بان غادي تنوض قربايله، غادي تنوض الشوهه بالقلادي. خوتي العزاز كيف ما قلت لكم غنصحح لكم داكشي اللي قال سهيل، وخرجوا دابا هما تيكذبوا وكيقولوا داكشي ما كاينش. حنا حتى دابا حنا متضامنين مع منعم ومع رجاء، متضامنين مع منعم ومع رجاء، والبدويه راه الصراحه راه ماشي غريب عليها هادشي، ماشي غريب عليا، وراه كانت جلات حتى بنتها، راه كانت فايته جلات بنتها، والدليل راكم خوتي راه الارشيف مازال، راكم كنتو كتشوفوا، راكم عارفين واش مريم مازلاش ما جاتش خرجت جرت عليا وجبدت الخنز وجبدت العجب المتعجب وكتقول لها كاميرا كاميرا تبعيني. خوتي العزاز هادشي تقال في اللايف اللي كان دار مع الغدا، اللايف اللي كان دار مع الغدا تقال فيه وسمعناه وسمعوا المتتبعين وهجموا عليهم بالتعاليق وما خلاونهمش وقطعوا، قالوا الهضره وقطعوا، وراه كلشي سمع كلشي سمع كلشي سمع، ما تبقاوش تخرجوا وتكذبوا عباد الله وتكذبوا صحاب القنوات، كلشي سمع الهضره اللي تقالت، كلشي سمع. وفعلا اخوتي نايضه قربايله، نايضه قربايله، انا والله هادشي اخوتي ما عرفت، انا تنقول لك فاتحه وقراويه والله اختي العزيزه. شوفي قال لك يمهل ولا يهمي، يمهل ولا يهمي، والله فاتحه القراويه لذنوبك حنا ما تنتشفاوش، الله ما لا شماته ما تنتشفاوش اخوتي العزاز، ولا يمكنني ذنوبك غادي يبانو، وغير سكتي اختي العزيزه من هنا تنقول لك كلشي غادي يتفضح، كلشي غادي يتفضح. اش خرج منعم قال اللايف اللي كان طلق منعم شنو قال فيه؟ قال ليها امك دات لك، امي ماشي بحال امك اللي دات لك ولادك للحبس، غير سكتو غير شويه غادي يخرجوا وغادي يفضحوا كلشي، البدويه غادي تخرج تقول لهم درتو. والله اخوتي اش غادي نقول لكم، غادي نولي نعاودها لكم، قال لك يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، والله حتى ذنوب شي ما تيبقى فشي. هادو ربي عطاهم هاد العجعاجه وربي عطاهم هاد الفضيحه، ان هادشي كيفضح شي وغادي تفضحوا وغادي تجبد الدبزه وراه كلشي غادي يمشي للحبس. لا باش نقول لكم اللي كاين، كلشي غادي يولي الحبيب بيس، كلشي اللي غادي يولي الحبيب بيس، لان غادي تفضحوا، غادي تفضح شكون اللي كان نهار الدبزه، شكون اللي حرشهم، كلشي منعيش انتما غتشوفوا، انا ما حط لكمش منعيش كلشي في اليوتيوب، انا اللي تنعرف منعيش، انا اللي كنعرف منعيش اخوتي العزاز، بالله عليا لا كان حاطه وكلشي غادي يمشي للحبس، غيبانوا بان دايرين، غيعترفوا للمغاربه، غيعترفوا للمغاربه وغيسمعوا كلشي، غادي يسمعوا بان تا شكون اللي حرشهم على فاتحه القرويه، وشكون اللي قال وشكون اللي دار لها العام السادمه، كلشي غادي يتحط في اليوتيوب، كلشي هانتوما غادي تشوفوا، هانتوما غادي تشوفوا. فاتحه مسكينه ظلمت، ظلمت فاتحه، ولكن ربي والله اخوتي راه الكذاب عليكم لما قال لكمش ربي الحبيب تياخذ الحق، والله العظيم لا ربي تياخذ الحق. هانتوما ياكم شتو، ياكو دابا البدويه غير مع ولادها ومع نسابها تتعاطى، ياكي غير مع نسابها ومع بناتها، وهادشي راه قلنا لكم، قلنا لكم هانتوما غادي تفرجوا وغادي تسمعوا، راه غادي تكون اكبر مشكله. ياكو الحمد لله ولي الحمد،
هما مع بعضياتهم شي كيفرش شي، شي كيبرق شي، شي كيحط شي، ياك مو نعيش خرج قال لك ساعات بيهم وطالبت بواحد الشيء راه قلناه وعاودناه ومردنا، وهذا الشيء راه فعلا هذا الشيء ماشي كذوب، وراها فعلا ساعات بيهم، وراها فعلا دخلت بهم اموال طائله عباد الله. واش نضربوا الشمس بالغربه على خوتي العزاز؟ حتى دابا خرج مو نعيش شنو قال لكم؟ قال لكم ساعات بيهم طلبت بيهم وما شافو حتى 4 دريال، وفعلا رانا غادي نشوفو حتى ريال والله البداوية اللي عطاتو ماشي نقصنان، ياك قلنا لكم راه المشاكل واقعة لهم من نهار طلعو المنابر الصحافي، من نهار طلعو عند مراد وحطو داكشي، راه ماشي غير مو نعيش ولا راه كلهم شي بنات البداوية كلهم منوضينها معاهم، كلهم منوضينها على حساب الفلوس. شوف والله العظيم السارقة إلا غي جات السبة، أنا قلتها لكم في الفيديو السابق، أقسم بالله معك السارقة جات السبة، والله معكش السبة، والله إلا قلبهم طايب كانوا غا كيفاش يديروا، كان قلبهم عامر نجي، قلبهم مقيع، كانوا غي كيفاش يفرقعوا لها الرموانة وحطوا لها في اليوتيوب، أنتم ما سمعتوا خوتي، يا بنو نعيش ما بقالو حتى حاجة، كلشي قالوا، ومازال تسمعوا. ومازال تسمعوا شي حوايج اللي غادي يصدموكم، مازال اخوتي العزاز غادي تسمعوا شي حوايج اللي صادمين. انا قلت لكم مازال غتعرفوا شكون اللي حرش على فاتحه القراويه، شكون اللي تامر عليها، شكون اللي اتفق عليها باش تاكل العصا، كلشي غادي يحطهم ونعيش. انتم غادي تفرجوا وانتم غادي تشوفوا لما ولاش كلشي مشى للحبس، الا ما ولاش كلشي اخوتي مشى للحبس، انتما انا كلشي غادي يولي الحبس، كلشي غادي يتحط، كلشي غادي يتفرش، كلشي غادي يتبرق، لان خوتي كارثه. والمعلومه خوتي اللي قال سهل باش ما نطولش وندير هذا الفيديو طويل لحقاش بزاف، المعلومه خوتي اللي قال سهيل راه فعلا انتما سمعتوها بودنيكم، سمعتو راجل البدويه في التالي اللايف، رجعوا التالي اللايف وتسمعوا شنو قال. قال ليها انا طالع الولد الحا، كملوا من عقلكم، الولد الحا نسبق على مو من تما، انا طالع الولد الحا ونسبق على مو من تما فعلا. يا كرة اللايف اللي دايرين دابا سمعتوا راجل البدوي كينبحاح، الصوت ما بقالوش، الصوت ما بقالوش، ورا خوتي حتى انا وصلوني بان طلع ليهم وغادي يجري عليهم دار، راه فعلا المعلومه اللي قال سهيل راها صحيحه خوتي، راها صحيحه ماشي كذوب. وهذا الشيء خوتي اش غادي نقول لكم، اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر. خوتي بداوية راه خدمت بولادها ودات لهم فلوس، سمعتهم ونعيش بان قال لكم فلوس العيد، هي شاده الفلوس شاريه العجلة بمليون ونص، وهاد الشيء عارفينو وسامعينو وواصلنا وعارفين، كنا عارفين هاد القربايلة غتنوض على الفلوس، وكنا عارفين بأن غادي تنوض، ما غادي تنوض واحد الشوها ما عندها لا حد ولا قد. وفعلا أخوتي العزاز أنتم تتشوفو، وأنا تنقول لكم والله أخوتي نولي نعاودها لكم، نولي نجددها لكم، الذنوب فاتحة والله ما غيطيحو في الأرض، وربي تيبين البرهان، وقلت لكم غادي يحطوا كلشي، غادي يتحط في اليوتيوب، كلشي غادي يتحط في اليوتيوب، غيبان كلشي خوتي العزاز، كلشي غادي يبان، وكلشي غادي يولي من جديد. شتو داكشي اللي كنتو شتو داكشي الفاتحة، هادشي اللي غتشوفو، هادشي اللي جاي كتر من داكشي، أكثر من داكشي خوتي العزاز. واش غادي نقول لكم، الله يدير شي تاويض الخير، مازال كاين ما يتقال، ومازال كاينين اسرار، ومازال اخوتي غير باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، انا راه دماغي تيدوخ اخوتي. واش راجل دخلنا عليكم بالله، راجل نتوما سمعتوا بودنيكم، راجل البدوية ملي قال لها انا طالع دابا الولد الحان نسبق على مو من تما، نسبق على مو، راه السارقة غير جات سبة، السارقة قلتها لكم انا، السارقة غير جات سبة، القضية راه فيها فلوس، محسنين كانوا تيصيفطوا الفلوس، القضيه كبيره وكبيره بزاف. والله اخوتي منعيش، والله منعيش من البدويه الاطلاق، والله اي حاجه فعلا انا فايت دار هادشي،
اي حاجه عارفه عليها غادي يحطها لها، اي حاجه عارفه عليها غادي يحطها لها. ولكن اخوتي راه حتى هما تيتعذبوا الصراحه، الله حتى هما تيضربوا تماره الصراحه. ما نبغيوهمش زعما، ما نبغيوهمش، الله يحسن العون. وحنا تنضامنوا معاهم، تنضامنوا معاهم، ما نبغيوهم لا سارقه، ما نبغيوهم اخوتي حتى هما، ما نبغيوهاش تديلهم بحال هكا. عايشين اخوتي بديك السكنه، راه ما تما السكنه اللي عايشين، باش نجيكم من الاخر، ما تما السكنه اخوتي، كلهم دقدقه، كلها قصدير الحنوشه كيطلعوا عليهم. العجب كله اخوتي بديك السكنه، راه الصراحه الله ما هي خاصها ترحم بناتها، خاصها ترحمهم، باش نجيكم من الاخر، خاصها ترحمهم. وهذا هو الفيديو اخوتي، نقدر نفتح لكم لايف، وكاين كاين اخوتي كاين بزاف بزاف ما يتقال. كنتمنى تبارطاجيو وعطيونا لايكاتكم فضلا وليس امرا، وما غاديش نطول عليكم اخوتي الاعزاء. شكرا لكم، انتم جالسه غير في الارض، والله العظيم جالسه غير في الارض، لان هذا الشيء فعلا تيحرق في القلب، والله هذا الشوهب الكلاكين وهذا الشيء هذا تيحرق في القلب اخوتي الاعزاء. تحيه لكم كبيره، تهلاو ليا في راسكم، بارطاجيو اخوتي الله يسهل عليكم، وخلونا لايكاتكم فضلا وليس امرا.